طبعا احنا عارفين عالم الموضة والأزياء بيهم كل مرأة مصرية وعموما كل السيدات في المجتمع. معانا النهاردة مصممة أزياء متميزة جدا ومبدعة في شغلها، الأستاذة إحسان محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك ياسمين، اتشرفت باللقاء مع حضرتك وبحييكي على المبادرة اللي حضرتك أنشأتيها، مبادرة سيدات ناجحات. حابين نتكلم عن المبادرة وعن الصناعة المصرية. المبادرة طبعا هدفها الأساسي إن كل بنت أو سيدة تعمل مشروع خاص بيها وتبقى في يوم من الأيام من أنا بتمنى تكون سيدة أعمال، يعني ده الهدف رقم واحد. طبعا وخلاص بالأول كنت بعلم كورسات عادي، ولما لقيت فيه نجاح وإقبال من البنات والسيدات والموضوع بقي خلاص يعني يتأقلموا فيه، عملت مبادرة سيدات نجاحات، أسست سيدات نجاحات، سميتها سيدات نجاحات عشان هم كانوا نجاحات ساعتها. هنا جات لحضرتك فكرة إنشاء أكاديمية خاصة لتصميم الملابس والبطرون عشان تعليم البنات والسيدات اللي هم يعملوا مشاريع خاصة بيهم، يبقى كمان في نفس الوقت ربح كمان ليهم. طبعا هو أهم حاجة من موضوع الربح، حتى لو أنا يعني هي ما عملتش مشروع كفاية إنها تستكفي ليها هي لشغلها خاص بيها، يعني ده كمان وفر لها يعني مبالغ جامدة جدا، إنها توفر إن تجيب حاجة جاهزة او تجيب حاجه بمبلغ وقدره وتكون اقل اللي طبعا خامه، يعني ممكن تجيب خامه كويسه جدا وتكلف تكاليف بسيطه جدا لو عندها بنات طبعا هي اللي كسبانه. بس حضرتك ابتديتي ازاي؟ جمعتيهم من خلال ايه، البنات او السيدات؟ السوشيال ميديا ده اهم حاجه، انا بقالي 20 سنه بدور على يعني وانا بكافح عشان اعمل اعلان. بتنزلي منشور كاعلان؟ صفحه على صفحاتي من فتره طويله جدا، بس لغايه اما فعلا الحمد لله كله خلاص استوعب بقى المشاريع بتاع ان هو يعمل مشروع. غير كده كمان طبعا الجيل الجايز في فتره معينه بقى غالي في طريقه رهيبه. بالنسبه يا استاذه احسان لرجال الاعمال، هل رجال الاعمال ليهم دور لتشجيع الصناعه المصريه وتشجيع سيدات عموما لامتهان مهنه تصميم الازياء؟ في رجال اعمال، في رجال اعمال بدون ذكر اسمهم، مش عايزين نذكروا اسمهم، دول كانوا متبنيين بنات مثلا، يعني كل واحد بنى 20 بنت قام بيتعلمها على حسابه، وبعد ما خلصت التعليم جاب لها يعني جاب لها مكان وعملت مشروع من بيتها. فانا بحييهم طبعا لان هم فعلا محافظات مصر. حضرتك محافظات غير اما انا اكون حالتي الماديه مش كويسه وامد ايدي، فاحنا عايزين دي ننهيها خالص من بلدنا. فطبعا اللي انا عايزاه من كمان من رجال الاعمال لو في حد تاني يقدر يتبرع لبناتي ان هو يساعدها لتعليم المشاريع تعمل مشروع افضل، اما انا يعني اديها حاجه مش اعمل مشروع، يعني المشروع ده الاهم يعني. وكمان يساعدوهم في المعارض، يعني يجيبوا لهم معارض على حسابهم ينزلوا منتجاتهم يقدروا يسوقوها في المعارض. احنا من هنا طبعا برنامج صناعه مصريه هنحاول ان احنا نتكاتف كلنا ايد واحده ونحاول ان احنا نوفر للبنات والسيدات مشاريع خاصه بيهم. الشغل حلو يعني كده كده يبقى احسن لما كل مشروع دخل لي دخل ويعلي مستواك المادي، ده طبعا شيء جميل جدا. وبنحييهم من هنا رجال الاعمال هم يساعدوا في حاجه زي كده ويساعدوا طبعا في المعارض زي ما احنا قلنا. لنا اللقاء مع مصممه الازياء جهاد طارق. طبعا هي كانت مشاركه في الاكاديميه مع استاذه احسان وعملت مشروع خاص بيها. اتشرف بحضرتك. أنا جهاد طارق، عرفت البيج بتاعت مدام إحسان من عن طريق صاحبتي ودخلت وكلمت طنط إحسان على إنها إن أنا عايزة أخد كورس وكده، فجيت فعلا وخدت الكورس وتعلمت البطرون وحاليا بقى عندي مكان خاص بيا. بالنسبة للأسرة كان ليها دور طبعا أكيد في دعمك والنشاط الجميل اللي أنت مارستيه كمصممة أزياء والمشروع الخاص بيكي؟ طبعا مامتي كانت شريكة نجاحي وجت معايا الكورس وكانت هي اكبر دعم ليا، شجعتني بصراحه وجت معايا وبقينا ايد واحده. حضرتك اهلا وسهلا بحضرتك، متعرف حضرتك؟ حضرتك هناء كامل والده جهاد، والحمد لله احنا جينا هنا خدنا الكورس في مبادره سيدات نجاحات، بصراحه مدام احسان دعمتنا بكل المعلومات اللي احنا نقدر نستفيد بيها، وقدرنا انا وبنتي الحمد لله ان احنا نقدر نفتح مكان لينا وبقى عندنا شغل خاص بينا ومكان خاص بينا، ونفتخر ان احنا بنعمل شغل دلوقتي من ايد مصريه. ممكن تشرحي لنا الفساتين اللي انت
بصمموها الجميلة؟ ده فستان سواري صممته لنفسي، كان عندي فرح صاحبتي، خدت الباترون طبعا بتاعه ونفذت الديزاين اللي كنت عايزاه. وده فستان طلب مني لبنت كان فرحها، كانت حنتها وجابت لي الديزاين وانا صممته بالظبط. وده برضو فستان كاتب كتاب صممته البنت، كان فرحها برضو، كان كاتب كتابها. وغير بقى في شغل تاني طبعا مش موجود. معانا مصممة الازياء زهراء السيد، طبعا عملت مشروع خاص بيها من خلال الاكاديمية. اهلا وسهلا بحضرتك. انا زهراء السيد، عندي 23 سنه، بدات الاكاديميه مع مدام احسان في 2019، وبدات الشغل دلوقتي، وبدات كاجوال شويه ورجعت بقى شغاله سواري، وهفتح الاتيه الخاص بيا ان شاء الله قريب. كلميني انت بداتي من امتى؟ بدات في 2019، جات لي الفكره فبحثت، عملت سيرش على الفيسبوك على مدام احسان، هو انا عملت السيرش فهي ظهرت لي، فجيت بقى ليها وحجزت وبدات الكورس معاها، وكان ما بخليتش علينا باي معلومه خالص، وحتى ما كنت ببعت لها واتساب اي حاجه كانت بترد عليا وبتشرح لي انا وغيري مش انا بس، وما بخليتش علينا باي حاجه. وبدات معاها في الاساسيات، وانا بدات اطور نفسي ودخلت بقى على السواري من البطروم الاصلي بتاع البلوزه وبتاع الجيبه والبنطلون، قدرت ان انا اعمل بيه فستان سواري وشغاله على نفسي دلوقتي. هدفك اللي انت كنت عايزه تعملي مشروع خاص بيكي للازياء للسواري او خصوصا سواري. شكرا، ربنا يخليك. لقائنا مع مصممه الازياء الجميله طبعا منورانا النهارده نعمه محمد، عامله مشروع خاص بيها كتصميم ازياء. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، ميرسي. انا نعمه، فاشن ديزاينر. انا من سنه ونص كنت في المبادره، وكنت مع طنط، بدات من سنه سيدات ناجحات مع طنط احسان، علمتنا الباترون وعلمتنا ازاي نحط بلان، بعد كده نعمل الباترون ونشوف نطلع الديزاين اللي احنا حابينه والديزاين المختلف. فانا اتعلمت منها حاجات كتير، والحمد لله طلعت، قعدت شوية وعملت عمالة وعملت انتاج، وبقيت اطلع اكتر واوردرات اكتر، لحد دلوقتي بقى عندي بيج، وعملت وبقيت دلوقتي المفروض اني افتح مكان. انا حاليا فاتحه ورشه ومعايا عماله فيها ومعايا صنايعي برضو تحت ايدك ولا شغل؟ لا مش بدرب، هم شغل شغالين معايا، بنشتغل يعني، انا اعمل حاجه وبهم يصنعوا لي تاني، يصنعوا لي يعني في زياده عماله، يعني لما يكون في زياده عماله بنشتغل كلنا مع بعض. مركزة اكتر على الملابس اللي هي الكاجوال. بحب الكاجوال جدا، وبحب اختلف قوي في الديزاين، البلوزه تبقى مختلفه، ما بحبش امشي بحاجه تبقى يعني كل لابسها ما بعرفش، ما اعرفش مثلا البنات بيحبوا كده طبعا، في مين من يعني من الديزاينات بتاعتي حاجات الناس بتلبسها، بس برضو بحاول ان اخد الحاجه القليله اللي هي مش بيلبسوها كتير. بحاول اختار خامات معينه ولا لا؟ بحب، بص كل ديزاين ليه خامه معينه، يعني انا يعني انا ما اقدرش. مصريه ولا بتستوردي ومش من بره؟ لا مصريه طبعا، الحمد لله كلنا بنشجع الصناعه المصريه طبعا، وطبعا ونشجع اكتر العماله المصريه اكيد طبعا. يعني هو بصراحه ان الواحده تبقى عندها مشروع وتشتغل وتعمل حاجه، دي حاجه كويسه جدا، وهي اصلا بتنبسط بنفسها، خلاص هي فخوره ان هي طالعه حاجات كده، شغل حلو كده. الحمد لله بحاول على قد ما اقدر يعني اخد من الدول الاوروبيه حاجات اغير فيها اخليها كده كمصري، اخد حاجه ديزاين معين، وبقيت اطلع بقى حاجات مختلفه.